الهدف الثاني من درس ضمائر المفعول به هو التعرف على ضمائر المفعول به الغير مباشر. التعرف على ضمائر المفعول به الغير مباشر رمزه في اللغة الفرنسية COE أي complément d'objet indirect مفعول به غير مباشر. طبعا هو المفعول به الذي يسبق بحرف الجر إما A أو حرف الجر D. بداية نأخذ المفعول به الغير مباشر الذي يسبق بحرف الجر د. إذا كان المفعول به غير مباشر مسبوقا بحرف الجر د، فالضمير المستخدم الذي يعوض هذا الاسم المكرر هو الضمير on أيضا. إذا أصبح لدينا استخدام آخر للضمير on، هو ضمير يعوض مفعول به مباشر نكرة ويعوض مفعول به غير مباشر مسبوق بحرف الجر د أيضا. ما هي الأفعال التي تأخذ بعدها مفعول به غير مباشر مسبوق بحرف الجر د؟ إذن ما هي الأفعال التي تأخذ بعدها حرف الجر د وهي التي تعطي المفعول به غير مباشر؟ هي بالقائمة التالية. بداية لدينا فعل مهم جدا هو فعل بارلي، فعل يتحدث. بارلي تحدث، إذا وضعنا هذا الفعل في جملة عربية صحيحة هو يتحدث عن الموضوع أو عن المشكلة أو عن الكتاب. إذن هذا الفعل يحتاج في اللغة العربية حرف الجر عن، وكذلك الأمر في اللغة الفرنسية يحتاج حرف الجر د، إذن هو يأخذ الضمير on. الفعل الثاني سو سيرفير يخدم، وله جذرين سير وسيرف، حذف آخر ثلاثة أحرف سير وحذف آخر حرفين سيرف. فعل سو سيرفير يخدم، يخدم بشيء ما، يأخذ بعده حرف الجر د. التركيب الفعلي avoir besoin، فعل avoir فعل الملك، besoin هي كلمة الحاجة، avoir besoin بمعنى يحتاج، يحتاج لشيء ما، واللي في اللغة العربية هي حرف جر، إذن وهو باللغة الفرنسية حرف الجر د، إذن الضمير on. الأفعال الثلاثة الأولى يتم قياسها على اللغة العربية، تحدث عن شيء ما، خدم بشيء ما، احتاج لشيء ما، تحتاج إلى حرف جر في اللغة العربية وكذلك الأمر في اللغة الفرنسية لحرف الجر د، إذن تأخذ الضمير on. لكن هناك حالة خاصة للفعل الأخير سو سوفونير، سو سوفونير بمعنى يتذكر. هذا الفعل حقيقة لا يتم قياسه على اللغة العربية لأنه في اللغة العربية لا يحتاج إلى حرف جر، بينما في اللغة الفرنسية يأخذ بعده حرف الجر د ويحتاج الضمير on. إذن هذا الفعل الذي وضعت له ظل في اللون الأصفر لا يجب أن نقيسه على اللغة العربية لأنه يخالف اللغة العربية، تذكر يأخذ بعده حرف الجر د. إذن هذه الأفعال الأربعة تأخذ بعدها حرف الجر د، فإذا تأخذ الضمير on. وهنا كونه لدينا ضمير واحد فقط يعوض هذا الإعراب فلسنا بحاجة إلى العودة إلى الجملة الأولى، نختار الضمير on مباشرة كحل. أمثلة على ذلك سي لو جورنال إي لون بارل، إنها الجريدة هو يتحدث عنها. نلاحظ أن الفعل بارل فعل تحدث، تحدث عن شيء ما، يأخذ بعده مفعول به غير مباشر مسبوق بحرف الجر د، فإذا الضمير on هو الحل الصحيح. طبعا هو يتحدث عن الجريدة، الكلمة التي حذفت هي الجريدة، لا بأس بذلك، لا يهمنا ماذا حذف، يكفي أن نعرف الإعراب في هذا المحور. ويتحدث عن شيء ما، تحدث يأخذ بعده حرف الجر د، إذا الضمير on هو الحل الصحيح. C'est ma poupée, je m'en souviens. إنها لعبتي أنا أتذكرها. بعد الضمير on لدينا فعل souvient، هو فعل souvenir، طبعا هو مشتق من فعل venir، venir أتى، هذا الفعل مشتق من فعل أتى هو souvenir، إذا نفس الجذور الثلاثة souvient وsouven وsouvien، هذا جذره الأول والنهاية هي حرف الإس. فعل سوفونير لا يجب أن نقيسه على اللغة العربية، نحفظه، فعل سوفونير يأخذ بعده حرف الجر د، إذن يأخذ الضمير on. إذن باختصار، إذا شاهدنا بعد الفراغ مباشرة verb parler
تحدث. سو سوفونير خدمة. أفوار بوزوان احتاجة. سو سوفونير تذكر. كلها تأخذ الضمير أون كحل لضمائر المفعول به الغير مباشر نسبه بحرف الجر. المحور الثاني من المفعول به الغير مباشر إذا كان مسبوقا بحرف الجر أ. إذن الأفعال في اللغة الفرنسية تأخذ إما حرف الجر أو حرف الجر أ. حرف الجر أ لدينا احتمالين، إما الاسم الذي نستبدله يكون مفردا فلدينا الضمير الوي L-U-E يلفظ الوي. إذن إذا كان لدينا مفعول به غير مباشر مسبوق بحرف الجر أ وكان الاسم الذي نستبدله مفرد مذكر أو مؤنث لا يهم، إذن نأخذ الضمير الوي. أما إذا كان المفعول به الغير مباشر المسبوق بحرف الجر أ أو الاسم الذي حذف أو الاسم المستبدل جمع نختار الضمير لور. إذن الضمير لور للمفرد والضمير الوي الضمير لور للجمع والضمير الوي للمفرد. المفعول به الغير مباشر إذا كان مسبوقا بحرف الجر أ فلدينا احتمالين، إما الوي للاسم المفرد أو لور للاسم الجمع، طبعا التي نضعها بين الفعل والفاعل. من هي الأفعال التي تأخذ بعدها حرف الجر أ؟ هي بالقائمة التالية. بداية أول ثلاثة أفعال معزولة بخط: participate يشارك، telephone يتصل، assiste يحضر. إذا وضعنا هذه الأفعال في جملة عربية صحيحة: participate يشارك، شارك بشيء ما، البي هي حرف جر، اتصل بأحد ما، البي هي حرف جر، حضر بشيء ما، البي هي حرف جر، وحرف الجر هو الآ. طبعا ترجمة حرف الجر في اللغة العربية ليس ثابتا. حرف الجر آ هو الذي تأخذه هذه الأفعال الثلاثة: participate telephone assiste، participate آ telephone آ assiste آ. طالما أن هذه الأفعال تأخذ حرف الجر آ إذا لدي احتمالين، إما الضمير الوي أو الضمير لور، الوي للمفرد ولور للجمع. كيف لي أن أعرف أن الاسم الذي حذف مفرداً أم جمعاً؟ نعود إلى الجملة الأولى ونبحث عن العائد عن الاسم الذي كرر وحذف. فإذا كان الاسم مفرد أي لا ينتهي لا بإس ولا بإكس فنختار الضمير الوي، وإذا كان الاسم جمع ينتهي بإس أو بإكس ومحدده جمع نختار الضمير لور. الأفعال الباقية عزلت بخط لأن لها تفسير آخر، نقرأها بداية: إكرير فعل كتب، دوني أعطى، أنفوي أرسل، أوفرير قدم، بروبوزي اقترح، ودير قال. أعود للفعل الأول: إكرير كتب له جذرين إكري وإكريف، أعطيتكم إياه في درس زمن البريزا. إذا شاهدنا إكري أو إكريف هو فعل إكرير كتب، دوني زمرة أولى يسهل علينا اكتشافه، وكذلك الأمر أنفويه أرسل. أوفرير قدم تصريفه شاذ من الزمرة الثالثة، يكفي أن نعرف أن فيه الأحرف الثلاثة O, F, F, R. أوفر أوفير أوفر أوفرير هو فعل يقدم. بروبوزي زمرة أولى. فعل دير قال له جذرين دي وديز، وتصريفه مع الضمير فو شاذ سنشاهده في الوحدة السابعة إن شاء الله. إذا رأينا دي وله نهاية اس اس تي فهو فعل دير قال. ديزون ديت ديز هذا فعل قال نكتشفه من خلال جذوري. هذه الأفعال الستة إكرير دوني أنفويي أوفرير بروبوزي دير لها تفسير خاص وآخر. هذه الأفعال تأخذ بعدها مفعولين وليس مفعولا واحدا، وتحليلها في اللغة على الشكل التالي: كيلكو شوز هو المفعول الأول، يعني باللغة العربية ترجمته شيئا ما، كتب شيئا ما، أعطى شيئا ما، أرسل شيئا ما، قدم شيئا ما، اقترح شيئا ما، قال شيئا ما. المفعول به الأول كيلكو شوز شيئا ما، نلاحظ أنه لا نضع له حرف جر في اللغة العربية وكذلك الأمر في اللغة الفرنسية،
إذن إعراب المفعول به الأول هو مباشر. Complement Object Direct. COD مفعول به مباشر. المفعول الأول مباشر لأنه لا يحتاج إلى حرف جر. لكن هذه الأفعال تأخذ مفعول ثاني أيضاً. وتفسيره آكل كان إلى أحد ما. وطالما أننا نقول آ أي إلى، إذن المفعول به الثاني هو غير مباشر. COE وهو ما يظهر أمامكم في اللون الأحمر. كأن أقول كتب شيئاً ما إلى أحد ما، أعطى شيئاً ما إلى أحد ما، أرسل شيئاً ما إلى أحد ما، قدم شيئاً ما إلى أحد ما، اقترح شيئاً ما على أحد ما، قال شيئاً ما إلى أحد ما. المفعول الأول هو مباشر، أما المفعول الثاني هو غير مباشر ومسبوق حصراً بحرف الجر أ. في الامتحان غالباً ما يكون المحذوف هو المفعول الثاني، وهو المفعول به الغير مباشر مسبوق بحرف الجر أ. طبعاً نحن نعمل على المخفي وليس على الظاهر. سيكون ظاهراً لدينا اسماً بعد الفعل وإعرابه مفعول به مباشر لأنه لا يسبق بحرف جر، والمخفي هو الغير مباشر المسبوق بحرف الجر أ. إذن لدي احتمالين، الوي للمفرد ولور للجمع. بالعودة إلى الجملة الأولى نعرف الضمير المناسب هو الوي أو لو. هذه القائمة من الأفعال مهمة جدا وأتى معظمها في أسئلة الامتحان. إذن بارتيسيبي شارك، تليفوني اتصل، أسيستي حضر، إكرير كتب، دوني أعطى، أنفويي أرسل، أفرير قدم، بروبوزي اقترح، دير قال. كلها تأخذ مفعول به غير مباشر مسبوق بحرف الجر أ. بالعودة للجملة الأولى، إذا كان الاسم مفرد فالضمير الوي، وإذا كان الاسم جمع فالضمير لور، التي تقع بين الفعل والفاعل. أمثلة على ذلك: جيم مون أمي جو لوي تليفون، أحب صديقي أنا أتصل به. به في اللغة العربية هو الضمير الوي. اخترنا الضمير الوي هنا في الجملة الثانية لمنع تكرار كلمة الصديق التي ذكرت في الجملة الأولى. ما هو إعرابها؟ وهل كانت مذكر أو مؤنث؟ كل ذلك يعطينا إياه الفعل. لدينا الفعل في الجملة الثانية تليفون. تليفون اتصل، نقدر تقديراً ماذا يأتي بعده؟ اتصل بأحد ما. اتصل يأخذ بعده حرف الجر أ. إذن الإعراب مفعول به غير مباشر مسبوق بحرف الجر أ. لدي احتمالين، إما الضمير الوي أو الضمير لور. بالعودة إلى الجملة الأولى، جيم مونامي، أجد أنه لدي اسم واحد فقط ذكر في الجملة الأولى، وغالبا ما يكون هذا الاسم قبل النقطة أو قبل الفاصلة أي نهاية الجملة الأولى. مونامي هو اسم مفرد لأنه سبق بمون ولأنه لم ينتهي بحرف الإس. طبعاً مفرد مذكر أو مفرد مؤنث لا يهمنا هنا، طالما أنه لدي اسماً مفرداً لا ينتهي بإس، إذن نضع الضمير الوي بين الفعل والفاعل في الجملة الثانية. المثال الثاني: سيمون بير جولوي إكري إن لتر، إنه والدي أنا كتبت له رسالة. بتحليل الجملة الثانية، الضمير جو هو الفاعل، الضمير الوي هو الذي عوض المفعول به الغير مباشر المسبوق بحرف الجر أ المفرد. تحليل أدق للجملة، بعد الضمير الوي لدينا A وهو فعل أفوار. فعل أفوار هنا لا يهمنا بشيء لأنه فعل مساعد، ساعد بتشكيل زمن الماضي المركب. A إكري بمعنى كتبت. طبعا فعل إكري جذره قريب أو اسم المفعول منه قريب جدا من المصدر إكرير إكري. إكري هو فعل كتب، هو ما يهمنا. نحن نحفظ تحليل فعل كتب في اللغة، كتب شيئا ما إلى أحد ما. قلت لكم أن معظم الأحيان بنسبة أكثر من 90% المفقود هو المفعول به الغير مباشر. وللتأكد من ذلك لدينا اسما بعد فعل إكري، إن ليتر. إن ليتر هي بمعنى رسالة. هذا الاسم لن يسبق بحرف جر هنا، إذن إعرابه مفعول به مباشر. طالما أن الاسم الظاهر بعد الفعل هو مفعول به مباشر، إذن الشيء ما هو موجود لا يمكن أن نستبدله بضمير لأنه لم يتكرر من الجملة الأولى وليس محذوفا.
إذن نحن نعمل على الشيء المحذوف وليس على الشيء الظاهر. طالما أن فعل إكري كتب أخذ بعده مفعول به مباشر، إذن المفقود هنا مفعول به غير مباشر مسبوق بحرف الجر أ. ولدي احتمالين، إما الضمير الوي الذي يعوض الاسم المفرد، أو الضمير لور الذي يعوض الاسم الجمع. بالعودة إلى الجملة الأولى، نجد أن الكلمة التي في اللون الأحمر سيمون بير والدي، والدي هنا مفرد مذكر، إذن الاسم مفرد الذي ذكر في الجملة الأولى. نختار الضمير الوي لأن الاسم مفرد. سيمون بير جولويي إكري إن لتر. هذا هو تفسير الجملة الثانية. المثال الثالث، سسون مي فرير، إنهم إخوتي، جولوري أوفير ليكلي، قدمت لهم المفاتيح. بتحليل الجملة الثانية، بعد الضمير لور لدينا إي وهو فعل أفوار كمساعد. نأتي إلى اسم المفعول أوفير، هذا الفعل بدايته أو إف إف وهو ما يشابه هنا بالمصدر أوفرير. أوفرير هو فعل قدم. فعل قدم يأخذ بعده مفعولين، المفعول الأول مباشر والمفعول الثاني غير مباشر. سنرى من هو المفقود لنعمل عليه، ومن هو الظاهر لكي لا نعمل عليه. الاسم الظاهر وإعرابه لا نستبدله بضمير شخصي لأنه لدينا فراغات، والكلمة التي كررت حذفت. بعد فعل أوفير لدينا كلمة ليكلي المفاتيح، هذا الاسم لم يسبق بحرف جر، وهو اسم ظاهر وإعرابه مفعول به مباشر، ولم يذكر في الجملة الأولى أبدا. إذن نحن نعمل على مفعول به غير مباشر وليس على المباشر، لأن المفعول به المباشر وهو كلمة ليكلي المفاتيح اسما ظاهرا. إذن ما الذي حذف من الجملة؟ حذف من الجملة هو المفعول به الغير مباشر. تقدير الجملة، أنا قدمت المفاتيح إلى إخوتي. إلى إخوتي إعرابها مفعول به غير مباشر مسبوق بحرف الجر أ. ولدينا المخطط التالي، مفعول به غير مباشر مسبوق بحرف الجر أ، إما الضمير الوي الذي يعوض المفرد، أو الضمير لور الذي يعوض الجمع. بالعودة إلى الجملة الأولى أي ما قبل الفاصلة، نجد الجملة مؤلفة من سسون مي فرير. لدينا اسما واحدا وهو كلمة مي فرير. مي فرير هي اسم جمع بدليلين، انتهت بحرف الاس وسبقت بمي وهي صفة ملكية يأتي بعدها اسما جمعا. إذن الاسم الذي نعمل عليه وحذف من الجملة الثانية جمع. نختار الضمير لور الذي نضعه بين الفعل والفاعل. سسون مي فرير جولوري أوفير ليكلي، إنهم إخوتي، أنا قدمت المفاتيح لهم أو إليهم. هذا هو شرح الدرس نظريا فيما يتعلق بضمائر المفعول به الغير مباشر. مراجعة سريعة للدرس. المفعول به قد يكون غير مباشر إذا سبق بحرف جر. إذا كان الفعل الذي يأتي بعد الفراغ مباشرة يأخذ حرف الجر د فالضمير on. لسنا بحاجة للجوء إلى الجملة الأولى لأنه لدينا ضمير واحد فقط في هذا الإعراب. من هي الأفعال التي تأخذ بعدها مفعول به غير مباشر؟ هي parler تحدث، سوسيرفير خدمة، avoir besoin احتاج، سوسوفونير تذكر. مجرد أن نرى هذه الأفعال بعد الفراغ مباشرة نختار الضمير on. أما إذا كانت الأفعال تأخذ بعدها حرف الجر أ فلدينا ضميرين، إما الضمير الوي الذي يعوض المفرد، أو الضمير لور الذي يعوض الجمع. كيف لنا أن نعرف أن الاسم الذي حذف كان مفردا أو جمعا؟ نعود إلى الجملة الأولى ونكتشف ذلك. إذا كان الاسم المذكور في الجملة الأولى مفرد فالضمير الوي، أما إذا كان جمع فالضمير لور. من هي الأفعال التي تأخذ بعدها هذا الإعراب أي حرف الجر آ والتي تعطي المفعول به الغير مباشر؟ هي participe شارك، تليفوني اتصل، assiste حضر، écrire كتب، donner أعطى، envoyer أرسل، offrir قدم، proposer اقترح، dire قال. هذه الأفعال تأخذ بعدها حرف الجر آ فلديها احتمالين، إما الضمير الوي أو الضمير لور. نعرف أن
الاسم الذي حذف مفردا أو جمعا لاختيار الضمير الويم أو لور بالعودة إلى الجملة الأولى نكتشف الاسم، فإذا كان مفردا الضمير الوي، وإذا كان جمعا الضمير لور. ننتقل إلى التقييم. حل التقييم الثاني المتعلق بالمفعول به الغير مباشر وضمائره الشخصية. تفضل يا بشار، ما هو حل الجملة الأولى؟ نعم أستاذ، بنختار أون. أحسنت، الضمير أون وهو الاحتمال الأول. ما هو سبب اختيارك لهذا الضمير؟ أستاذ، لأنه جاء بعد الفراغ بارلي تحدث. أحسنت، إذن الضمير أون هو الصحيح في هذه الجملة، لأنه لدي بعد الفراغ مباشرة فعل بارل، فعل يتحدث، وهو ما يأخذ بعده مفعول به غير مباشر مسبوق بحرف الجر د، وهذا الإعراب يأخذ الضمير أون. سيلو روما جون بارل، إنها الرواية أنا أتحدث عنها. هذا هو حل الجملة الأولى. الجملة الثانية، تفضل يا موسى. تليفون لار، هذا أستاذ بدنا نعرف مفرد إلا جمع، لي أو لير نختار، لوي طيب. أو لور. موسى، بناء على الإعراب من هو الفعل؟ تليفون نورا، يتصل؟ يتصل، أحسنت، يتصل يأخذ بعده حرف الجر آ، إذن مفعول به غير مباشر مسبوق بالآ. لدي احتمالين، إما الوي الاحتمال الذي في الوسط أو لور الاحتمال الأخير. ما الفرق بين الوي واللور يا موسى؟ الوي للمفرد ولور للجمع. الوي للمفرد ولور للجمع، أحسن. عد إلى الجملة الأولى واكتشف الاسم، هل هو مفرد أم جمع؟ جمع. جمع، جمع. أحسنت، لأنه انتهى بإس، بحرف الإس. ماذا تختار؟ الإجابة الأخيرة. الإجابة الأخيرة لور، وهو الضمير لور، أحسن. إذن بعد الفراغ مباشرة لدينا تليفون نورا، فعل يتصل، طبعا هو بزمن المستقبل البسيط، فعل سيتصل يأخذ بعده حرف الجر آ، ويأخذ الإعراب مفعول به غير مباشر مسبوق بحرف الجر آ. إذن لدي احتمالين، إما الضمير الوي أو الضمير لور. الاحتمال الأول خاطئ، لأن الاحتمال الأول لي تعوض المفعول به المباشر، وفعل اتصل لا يأخذ مباشر إنما يأخذ غير مباشر. إما الوي أو لور، هذين الضميرين محتملين، الوي تعوض الاسم المفرد ولور تعوض الاسم الجمع. بالعودة إلى الجملة الأولى، إيلم سي كامراد، الإيل فاعل، إم هو فعل يحب، سي كامراد هذا هو الاسم الذي ذكر قبل الفاصلة أي في نهاية الجملة الأولى. هذا الاسم جمع لأنه سبق بسي وانتهى بحرف الإس. إذن نختار الضمير لور وهو الاحتمال الأخير. إيلم سي كامراد إيل لور تليفون نورا، هو يحب رفاقه، هو سيتصل بهم. هكذا ترجمة الجملة وحله. الجملة الثالثة، نعم يا محمد، تفضل يا محمد، ما هو؟ إنستيلو. طيب يا محمد، بداية الحل هو معرفة الفعل الذي يأتي بعد الفراغ مباشرة. أ بزوان، هذا تركيب فعلي بمعنى بحاجة، بحاجة لشيء ما، يأخذ هذا الفعل بعده حرف الجر د. ما هو؟ إن الوسط لأنه بيأخذ حرف الجر د. أحسنت، إذن الضمير أون لأنه يأخذ بعده حرف الجر د. يحتاج. إذن بالنظر إلى ما بعد الفراغ، لدينا تركيب فعلي أبوزوان هو بمعنى بحاجة، بحاجة لشيء ما، يأخذ هذا التركيب الفعلي بعده مفعول به غير مباشر مسبوق بحرف الجر د. إذن نختار الضمير أون وهو الذي في الوسط، وهنا لسنا بحاجة إلى العودة إلى الجملة الأولى. فعل أفوار يعني هاي؟ الأفعل أفوار، نعم، وبين بوزوان يوجد مسافة، مسافة بيضاء، وهي الدلالة على أنه لدي كلمتين. طبعا أعطيتكم إياه في درس زمن لبريزا. هو تصريف فعل أفوار مع الضمير إيل، إيلان بوزوان. أعيد قراءة الجملة مع ترجمتها، إيل فو أن ستيلو، إيلان بوزوان، هو يريد قلما، هو بحاجة له. تقدير الجملة قبل عملية حذف التكرار، هو بحاجة إلى القلم. إلى القلم هو حرف الجر د متبوع باسم، إعرابه غير مباشر مسبوق بد،
بناء على هذا التركيب الفعلي اذا نختار الضمير on. الجملة الرابعة، من يعطينا تحليل وحل الجملة الرابعة؟ ساعدكم بترجمة الفعل، فعل دوني فعل اعطى، وكلمة كافي اعرابها واضح. تفضل يا دهام، دوني ماذا ياخذ كضمائر؟ ناخذ الاختيار الاخير. احسنت، الاختيار الاخير، لان الاعراب مفعول به غير مباشر مسبوق بحرف الجر ا بناء على فعل دوني. لماذا اخترت الوي للضمير المفرد وليس الجمع؟ عند قبض الفراغ صور اخت مفرد مؤنث قبض اداه. احسنت، نعود الى الجمله الاولى، نجد كلمه ان سور مفرد، اذا نختار الضمير الاخير وهو الوي. اذا بالنظر الى ما بعد الفراغ نجد اي دوني ان كافي. اي هو الفعل المساعد، لا يهمنا، ناتي الى اسم المفعول دوني وهو طبعا من الزمره الاولى. دوني اعطى، تحليل فعل اعطى، اعطى شيئا ما الى احد ما، اعطى شيئا ما. هذا الاسم الذي بعد فعل اعطى وهو كلمه ان كافي اعرابها مفعول به مباشر. اذا نحن لا نعمل على المفعول به المباشر لانه اسما ظاهرا. من هو المفقود في الجملة؟ التقدير أنا أعطيت قهوة إلى أختي، طبعا الأخت ذكرت في الجملة الأولى، أنا أعطيت قهوة إلى أختي. إلى أختي المفعول به المحذوف هو إعرابه مفعول به غير مباشر مسبوق بحرف الجر أ، طبعا وبناء على فعل دوني الذي يأخذ المفعول الثاني مفعول به غير مباشر مسبوق بحرف الجر أ. لدينا احتمالين، إما الضمير لور الاحتمال الأول الذي يعوض الجمع، أو الضمير الأخير الوي الذي يعوض المفرد. بالعودة إلى الجملة الأولى نجد أنه لدي كلمة إنسور، إنسور أخت هي مفرد، لم تنتهي بإس، والأداة أداة مفرد، إذا نختار الضمير الأخير وهو الضمير الوي. جي إنسور جولوي دوني أن كافي، لدي أخت، أنا أعطيت فنجان قهوة إليها، إليها هو الضمير الوي. الجملة الخامسة مهمة لأنه أتى على شاكلتها في الدورة السابقة، دورة عام 2022. من يقوم بحل هذه الجملة؟ تفضل يا موسى، من هو الفعل بداية؟ أفوار ديت هو الفعل دير. فعل دير، فعل قال، أحسنت. دير، نعم. قال ما هي الضمائر التي يأخذها فعل قال؟ حرف الجر أ مدلوي أو لور. تاز، أحسنت. إذن إما الاحتمال الأول أو الاحتمال الأخير. الاحتمال نعم، الذي مطلع. في الوسط. نعم مرفوض. نطلع قبل الفراغ، فادي إتسوزان يعتبر جمع مذكر. أحسنت، ما هو الضمير المناسب؟ الخيار الأول. الخيار الأول، أحسنت، ممتاز. إذن بالنظر إلى ما بعد الفراغ، إيه فعل أفوار، هذا فعل مساعد لا يهمنا، نأتي إلى دي. دي هو اسم المفعول من فعل قال، قال شيئا ما إلى أحد ما، قال شيئا ما، شيئا ما هي كلمة بونجور إعرابها مفعول به مباشر، إذن المحذوف هو إلى أحد ما، المحذوف هو مفعول به غير مباشر الذي يأخذ بعده حرف الجر آ. إذا لدي احتمالين، إما الضمير لور أو الضمير الوي. لور تعوض الاسم الجمع، الوي تعوض الاسم المفرد. الضمير الذي في الوسط نعم هو يعوض الجمع، لكن هذا الضمير يعوض المفعول به المباشر، وهو خاطئ، لأن فعل قال يأخذ بعده مباشر وهو اسما ظاهرا. كلمة بونجور هي التي إعرابها مفعول به مباشر، لا يمكن أن أرى الاسم بعد الفعل وأعوضه بضمير بنفس الوقت. الضمائر تعوض الاسم الذي حذف في مسألة الفراغات. لور أو الوي، لور للجمع والوي للمفرد. بالعودة إلى الجملة الأولى، سسون فادي إي سوزان، نجد أنه لدي الاسم الأول هو فادي، لكنه متبوع بحرف العطف و، وبعده كلمة سوزان. فادي وسوزان نجمعهما مع بعضهما البعض بدلالة حرف العطف و، فالنتيجة جمع. هنا لا يهم جمع مذكر أو جمع مؤنث، نختار الضمير لور وهو الاحتمال الأول، لأننا نعمل على اسمين مرتبطين ببعضهما البعض بحرف العطف و، إذن النتيجة جمع،
وهي جمع مذكر بالضبط. سسون فادي اي سوزان جولوري دي بونجور، إنهما فادي وسوزان، أنا قلت لهما صباح الخير. هذا هو حل التقييم الثاني المتعلق بالمفعول به الغير مباشر، سواء كان مسبوقا بحرف الجر د أو حرف الجر أ.